تعودنا دائما بصباحنا غير دائما نستضيف سيدات كان لهم مشروع الخاص اللي هو خلينا نقول باب رزق كان لهم، وايضا كان هوايه لهم وشغف بصنع الاكسسوارات، صنع الشموع وغيرها. اليوم اكيد ضيفتنا لليوم هيك يعني شغله لحالها بيحكي. اكيد يمكن هي المشاريع كثير بتستحق الدعم رشا، هيك اليوم نحن رح نضوي عليها اكثر، وخصوصا انه اليوم عندنا كثير من مشاريع الهاند ميد اللي عم تكون موجوده على ارض الواقع، وكل سيده عم تتميز وعم تتفرد بشغلها الخاص. خلونا اليوم نتعرف على مشروع ضيفتنا عم تشتغل بصناعه الاكسسوارات اليدويه بالاضافه للشموع والصابون، رح نتعرف اكثر على الاعمال والاراضي اللي جابتنا اياهم اليوم. خلونا نرحب سوا بضيفتنا السيده عبير غنيمي. يسعد صباحك. صباح الفل. اهلا فيكم. يسعد صباحك ست عبير. اهلا وسهلا فيكم بحضرتك. شو هالجمال هذا، شو هالذوق، خلينا هيك نقول بدايه. تسلم يا رب عيونك الحلوه. اهلا وسهلا. عم نحكي اليوم عن مشروع كثير مهم خاصه ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم. هو مو بس للشغف، مو بس هو للهواي بصنع الاكسسوار او الشموع او غيرها، اليوم هذا مشروع باب رزق لحضرتك. خلينا نحكي حضرتك ولكثير من السيدات، خلينا بداية نحكي عن بداية هذا المشروع بعدين بنروح على أهم صعوباتك. هلأ بداية مشروعي بلش مع بداية الأزمة. أنا كنت أشتغل كنت أشتغل على الصعيد العائلي. أنا دارسة تصميم أزياء وإكسسوار. حلو. اتجهت نحو الإكسسوار أكثر من تصميم الأزياء. تصميم الأزياء ما لها كتير معروفة عنا هون بالبلد. كان اتجاهي نحو تصميم الإكسسوارات، صرت على الصعيد العائلي فقط. مع بداية الأزمة السورية انتسبت للجمعيات، صرنا ندرب السيدات اللي بمراكز الإيواء شلون يصنعوا الإكسسوار ليقدروا بس يطلعوا على قليل مصروفهم يعني وبشكل خفيف. وبلشت شغلي، بلشت هيك مشروعي من شيء قليل، انه اي شيء قليل بالبيت نقدر نطالع منه شيء. يعني من 13 سنه تقريبا، من 13 سنه بلشت جدي يعني بشكل جدي. ايه انا اول شيء كدوات وهدايا بالعيله. تماما. طيب قبل ما نستعرض القطع اللي جايبتينا اياها هون اليوم، خلينا نتعرف عنك اكثر، كيف تعلمتي اصول هي المهنه؟ هل اخذت معك وقت طويل؟ عرفينا عن حالك اكثر. هلا هي ما أخذت وقت طويل، لأنه هي الشغلة بتحسيها بتطلع من داخلك. يعني أنا أحياناً وقت بحط القطعة بدي صممها ما بكون راسمتها بمخيلتي. أنا بحط المواد قدام مني ولحالي بقعد بطبق. قبل ما بلش ركب هون بطبقهم على الطاولة. بعدين ببلش طبق. يعني ما هي هيك شغلة من الداخل بتطلع، ما بدها تصميم. أكيد اليوم يمكن حبك لهي المهنة أو لهي القطعة هي بتعملك بتولد فكرة الموديل. عم نستعرض مع بعض شوية موديلات عبير اليوم، حبيت هيك زين صباحنا فيهن. عبير خلينا نحكي اليوم عن بداية، عن عرفنا أنت من 13 سنة بلشتي بشكل جدي. اليوم قدي كانت الجمعيات عم تساهم بدعم فكرتك؟ قدي كانت المعارض اللي اشتغلتي عليها قدي ساهمت بنشر هي الاكسسوارات؟ طبعا كان لها فضل كثير كبير علي، انه انا كل جمعيه تعرفني عم يعني عم تدرب. اسمي بلش يكبر من جمعيه لجمعيه، انتسبت لنقابه الحرفيين، نقابه الحرفيين امنت لنا معارض مجانيه وبلشت تدعمنا فيها. كمان بشترك بالبازارات. قد ايه مفيد اليوم البازارات؟ قد ايه يعني منه بتكون مثل ما قلنا اليوم بتسهل عمليه التسويق، ومنه ايضا بتكتسبي حضرتك، بتاثري وبتاثري بموديلات كمان. تماما تماما، بصير لك معارف اكثر، بصير الناس بتعرف شغلك اكثر، يعني كله انتشار يعني بيجمع على بعض. طيب خلينا نستعرض اكثر من شغلك اليوم، نوضح شو هي المواد يلي بتستخدميها او الامور يلي بتساويها. قد ايه بتحتاجي وقت؟ قديش بتحتاجي جهد اليوم لحتى تنجزي هي القطعه؟ تماما. هلا في شغلات بتحتاج جهد بسيط، وفي شغلات بتحتاج مو يوم ويومين، في شغلات بتحتاج تقريبا مده 10 ايام بتتحمل معي. مثل مثلا في عنا هذا قطعه اللي بايدك. هاي شك يدوي. كمان هي بتحتاج وقت. هي بتنحط هون، بتنحط هون على مثلا كنزه سوداء، فستان اسود ساده. تماما. حلو. بغير موديل يعني احيانا نحن قادرين من لوزه ساده كمان من خلال هدول. عندك قطعه ساده تمام بتحطي هاي الشغلات نغير. وفي شغلات خفيفه ما بتتحمل، يعني باليوم بنهي لي 4-5 قطع منها اذا كانت قطع ناعمه. وفي شغلات بتاخذ وقت. ناعمه مثل هيك يعني؟ هلا ناعمه مثل هي بتنتهي مثلا قطعتين ثلاثه بنفس اليوم.
اليوم مركزة عبير على اللون الذهبي، هل هو اليوم مطلوب بالسوق أو أنت اللون الذهبي؟ لا، اللون الذهبي هالسنة كتير كان دارج. طيب اليوم أنا لأقدر أشتري هاي القطعة بخاف من لونها، أول سؤال بسأله لأي حدا اليوم بيروح لونها؟ بيروح لونها تماماً، فبقول لي الاستخدامات الخاطئة يعني تماماً. للأسف ما عم يكون في كتير مصداقية بهاي النقطة تماماً يعني. أنا عندي الألوان في شيء بيروح لونه وفي شيء لا. هلأ بتجيني زبونة بتقلي أنا بدي شغلة مضمونة بده يكون صار اغلى من الشغله، كل شيء حقه معه. عندي اكسسوار عادي وعندي اكسسوار لونه يعني مزبوط. انا باخذ القطعه مثلا بطليها، بعرف انا هدول طبعات الطلي لحال وطبعات الاكسسوار العادي لحال، وبالنهايه اي قطعه بتحافظي عليها بتحافظ على لونها. كيف السؤال كيف نحن بدنا نحافظ على هي القطع لحتى تضل عنا فتره منيحه؟ هلا بتحافظي عليها، اول شيء مثلا القطعه ما تحطيها دغري على صدرك، ويمكن بدك تحطيها على صدرك بدك تكوني مثلا باخه البارفان قبل 10 دقائق، ما تعرضيها للمي كمان يعني بهالطريقه. طيب خلينا هيك نرجع شوي نركز على مشروعك، كونه اليوم نحن ما عم نحكي بس اكسسوارات وعم نعرض قطع، اليوم عم نحكي عن مشاريع صغيره متوسطه وصغيره، كان الدعم لك ولا غيرك اليوم عبير الاشخاص اللي او الستات اللي دربتيهم، هل كان في متابعه لهم؟ هل انجزوا؟ هل اليوم اثمرت هي الجهود اللي بذلتيها حضرتك؟ طبعا، وانا عم تتابعيهم عبير؟ عم تابعهم، وفي منهم حتى انا يمكن بحب هيك نوه فكره صغيره على شخص كان عمره بمراكز الإيواء كان عمره 16 سنة، هو شاب وكان يقعد مع والدته وأنا عم دربها على إنه شلون تصنع الإكسسوار. أنا من مدة سنتين وصلتني رسالة على هذا الشاب صار بألمانيا وبعت لي شكر خاص إنه هو عم يشتغل هاند ميد وحاططهم على الأرض عم يبيع وطلب انه يتشكرني شكر خاص انه انا لو ما قبلت علمه هو ما كان عرف يشتغل هالشغله. انا فخوره في وقت اليوم عم يطلع هاي الحرفه وخارج البلد، يعني حتى لو كانت الظروف كثير صعبه، يعني حتى لو كان انا يعني قد ما قلت لك كنت مبسوطه بهالفكره هي انه نضل متذكرني وانه بعد كم سنه بعد يتشكرني انه انا بسببي هو قدر يفتح هالمشروع الصغير. يعني عم نشوف من خلال شغلك في افكار كثير جديده وممكن ما كثير موجوده اليوم بأسواق او بافكار الصبايا، خلينا نوضح لهم قد ايه مهم التجديد والتنوع اليوم طبعاً. باي شغل احنا بنشتغله كرمال يمكن بيظل وجود هاي المشاريع الكثيره نحن نكون قادرين نتميز. تماما، هلا في سنه من السنين درج اللولو درج بكميه لسه كبيره، لسه كمان كانه هو دارج هو ما بيبطل. شوفي كمان حلو، انا هذا عقد قديش اخذت معك وقت؟ هذا تقريبا 10 ايام لانه بالعدد وبالحبه بيتصغر هذا بيتصغر هو حلو، يعني هذا الموديل بتحسي انه حلو يكون على قد الرقبه. صحيح، في على هلا عندك هذا على قد الرقبه حتى هذا يعني ما بتحسي انه هيك نازل ما كثير. هلا هو حسب كل واحد وحسب طلبه اكيد بس حلو. وهي السنه دارج الانتيكات كثير مثل كمان يعني الانتيكه مثل التراثيه المجوهرات التراثيه انا هذا كثير حبيته يعني بس هذا لونه بضل ثابت عبير. هذا لونه ثابت، هذا لون النحاسي ما بيتغير. حلو يكون معه طقم كامل، يعني ما فكرتي اليوم تشتغلي تقومي كاملة؟ هلا أنا بفكر بساوي تقومي كاملة بس أحيانا بتجيك زبونة بتقول لك أنا مو لازمني مثلا العقد، أنا لازمني بس الحلاق. هلا الفكرة بعطيها بهذا اللون إنه أنت أي شيء بدك تطبقيه بإذنك حيطلع مو صح، لأنه اللون يعني ما كثير بتلاقي بالسوق نفس هذا طبعاً اللون يعني طبعاً. طيب كثير مهم اليوم حتى لو حلق كثير ناعم ما يكون أوفر بس يكون من نفس اللون. من نفس اللون أكيد. طيب اليوم كم قطعة بتشتغلي؟ خلينا نوضح أكثر. شلون؟ باليوم كم قطعة ممكن تشتغلي؟ قلت لك إذا قطعة ناعمة بقدر أخلص 4-5 قطع باليوم. أها. طيب اليوم خلينا هيك نروح دائما الحرفيين، اليوم حضرتك حرفية وهذا الشيء أيضاً أعطاكي قصص إيجابية بمهنتك، اليوم خلينا نقول الأسعار وأسعار المواد الأولية عم تكون مشكلة بالنسبة لكل الحرفيين السوريين، اليوم خلينا نحكي اليوم عن الصعوبات قبل ما نروح للمواد الأولية ولأسعارها، يعني يمكن هي أهم الصعوبات. هي أهم يعني قصة إنه الأسعار عم ترتفع من يوم ليوم. نعم يا شي بتفيقي على سعر ثاني. تماماً، أحياناً بتجي مثلاً زبونة بتشوف عندي القطعة بتقلي أنا بدي من هي، أنا بكون شاريتها بالمبلغ مثلاً المواد الأولية. هلا انا ما بقدر الا ايه تكرم عينك لحساوي لك اياها. انا كيف بدي الا مهليني يومين لارجع انزل على السوق شوف افصل شو سعر المواد لاقدر تتمن لك قديش انا بدي احط عليها، يعني هي كثير عم نلاقي فيها صعوبه الاسعار اللي عم ترتفع بشكل مو طبيعي. حتى بجوز خلينا نقول الصبي
تنزعج يعني تقول لك انه انت قلتي لي سعره كذا اليوم عم تقولي لي؟ بالوقت الحالي انا ما عم بعطي سعر. حسب بالوقت الحالي ما عم بعطي سعر الا انه مثلا انا بتكون شايفتها عندي مثلا بالصفحه قبل بيومين ثلاثه او قبل بشهر انا عاملتها، ما بقدر اعطيها نفس السعر لانه عن جد من يوم ليوم السعر عم يختلف معك. طيب كنا بنعرف اليوم انه السوشيال ميديا ممكن تحقق كثير من الفائده خصوصا للمشاريع الجديده او مشاريع الهاند ميد بشكل عام، كيف تواجدك اليوم على السوشيال ميديا؟ في صفحه لك عم تعرضي شغلك، كيف عم تكون اراء الناس اليوم بالشغل؟ هلا عندي صفحه على النت وبعرض فيها، بس انا بهتم تواجدك اكثر بالمعارض. بالمعارض اكثر، تواجدي بالمعارض اكثر. طيب اليوم خلينا هيك ناخذ كذا قطعه لعبير، يعني اليوم كل قطعه مشغوله بتحبي انها اكيد اليوم تنشاف على شاشتنا. يعني عبير اليوم نحن لنستخدم او لنشتغل بالحرفه اليدويه في ادوات جدا بسيطه نحن ممكن تكون عندنا بالبيت، شو هي اهم الخيوط النايلون؟ هلا اهم شيء بده يكون موجود بالبيت عندي منك هو البنسة والزرادية، هدول انا بقول لهم هدول اهم قطعتين اللي بدي ادرسهم يكونوا موجودين. بعد ما بتجي المواد الاوليه هي السناسل، الزراد، القفوله، بعدين نحن بنقدر نطور يعني ندخل عليهم الاشياء اللي موجوده عندنا بالبيت. طيب نصائح اخيره خلينا نقول لكل السيدات او الصبايا اللي حابين يفتحوا مشروع خاص فيهم، وخصوصا اذا عم نحكي عن اكسسوارات وهاند ميد. هلا باي مشروع رح تلاقي بالبدايه صعوبه، انا بحب اوجه لهم كلمه انه لا تستسلموا، لا تفكروا انه والله اي شيء موجود عندي منك بالبيت بتقدري تحولي منه شغله، بتقدري تستفيدي منه. وعم شوفها عم يروحوا لاعاده تدوير اي غرض. تماما. هلا انا مثلا بهي القطعه اللي حاملتي عندي شويه خرز ازرق كثير حلو، يعني لون كاسر يعني ما فيها استفدت منه اني عملت منه قطعه اكسسوار. وحلو يعني في شيء مميز، يعني حتى هو نحن بنستعمله للشكل اليدوي، بس انا كمان زايدين عندي مني حاولت اني طالع منه فكره ونجحت فكرتك عبير. نجحت. نتمنى لك عبير دائما التوفيق ونشوفك هيك دائما اسمك من الحرفيات السوريات اللي نحن دائما نفتخر فيهم برغم كل الظروف اللي نحن مرقنا فيها. اثبتت اليوم المرأة السورية انها قادرة تنجح وقادرة تصنع مشروعها ويكون هو باب رزقها. شكرا لك عبير، نتمنى دائما تتجاوزوا كل الصعوبات اللي تقدروا تقدموا لنا هيك اشياء حلوة. خلي لي اياك. اكيد بدنا نشكرك كثير ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق. اهلا وسهلا.